الآن هوريك الفيديو ده وبعد منه فيديو عمرو موسى عشان أفهمك كيف يفكر النظام في أزمة ضخمة تكاد تعصف بمستقبل الأجيال. والله 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 لن نقوم بأي ضرر، لن نقوم بأي ضرر، لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر، للمياه في مصر، مصر. زي ما انت شفته كده كان بيكلمني دايما يقول لي والله والله لن تجد ضرر مننا، فانا حبيت ان انت تسمعوها منه وانا بشكره عليها. وانت سترى من المصريين برضو والله والله لن نضر بكم ابدا ان شاء الله. شكرا فخامة الرئيس. مش ممكن تعطيش 100 مليون، يستحيل هذا الكلام. مين يتحمل من هذا المسؤولية؟ لا احنا نتحمل، احنا كمجتمع مصري نتحمل ان نترك الامور تصل بينا الى هذا الحد، ولا المجتمع العالمي كله يقول والله انا ال 100 مليون دول سيبك منهم، سيبك منهم، ده 3 مليون ولا 5 مليون من النزاعات اللي حصلت لما راحوا اوروبا، هزوا اوروبا هزا. احنا 100 وكسور مليون، يستحيل اللعب بنا، يستحيل، لانه الثمن غالي جدا على استقرار العالم كله. مصر مش لعبة، مصر مش لعبة. ده عمرو موسى اللي كان طالع مع مبارك وبيقول له اسمه ده مش عاوز يوقع عرفات، اللي انا عرض فيديو اللي عرضتولك اول امبارح واضغط عليه وضغط عليه. وهو عمرو موسى اللي كان موجود ايام مين؟ ايام مبارك، بيقول لك استحيلة. هو بيكلمناش احنا، بيكلم العالم. بس كلام هنا ما ينفعش يا عمورة. ليه؟ لانه اذا صح ما تقوله انه العالم مش هيسكت، كانت امريكا فرضت ارادتها على مين؟ على اثيوبيا، ما حصلش. ولو العالم مش عاوزنا نسكت كان سمع صوتنا. العالم ما سمعش صوتنا لانه انت مالكش صوت. فيما يبدو لي الى حد اليقين ان السيسي باع القضيه بالكليه. حاجتين ان عملهم هيرجعوا لي او يشككوني في اللي انا بقوله. واحد، أن يخرج لنا بنود اتفاقية سد النهضة. اثنين، أن يعلن انسحابه منها الآن وليس غدا. أما أن هم يعطشونا ويجوعونا يا عمرو، يوه يا مبلاد عطشت وجاعت. احنا محاصرين يا عمرو، احنا محاصرين يا حبيبي. الشعب المصري نفسه محاصر في معيشته في حياته في كل شيء، عندناش حاجة. والراجل ده اللي بيحكمك النهاردة وانت جاي عارفش بتدافع عنه ولا بتقدم نفسك بديل للمرحلة القادمة، لا اعرف. قال لك في مرة لن اسمح لموضوع سد النهضة لخلق ازمة في مصر. اي والله قال كده، تسمعه ولا يعني كن فاهم. بس حصلت الازمة واحنا دلوقتي عالقين على الممر. لا احنا عارفين هناخد 40 مليار هيملى السد في 3 سنين في 5 سنين. معرفش من يستجدي هذا الرجل، مش عارف. تفضل. لن أسمح لموضوع سد النهضة أن يكون سببا لخلق أزمة أو مشكلة. أو أن يكون عائقا أمام تطوير العلاقات المصرية سواء مع أفريقيا أو مع أثيوبيا الشقيقة. فإن كان السد يمثل لأثيوبيا حقها في التنمية، فالنيل يمثل لنا حقنا في الحياة. قلت ان الملف ده اهمل كثيرا، لازم نقول ان هو ما خدش الجهد والاهتمام اللازم. انا بقول افريقيا بصفة عامة وكمان دول حوض النيل وكمان اثيوبيا. لازم نعترف بده كبداية. ادي اول نقطة. النقطة التانية ان احنا، انا شايف إنه مهم قوي إن دايما في الموضوعات الاستراتيجية اللي زي كده يبقى في حوار وفي تواصل وفي نقاش ومبكر، يعني احنا متأخرين في ده. النقطة التالتة، لازم نقدر مصالح الآخرين ونؤكد على مصالحنا. يعني زي ما أنا شايف إن التنمية عندك مهمة، أنت لازم تكون متأكد إن السد بالنسبة لي أو المية بالنسبة لي مش بس مهمة، دي حياة أو موت. بتهددني ليه؟ بتهددني ليه؟
انت عارف انت بتعمل ايه؟ بتحددني ليه؟ من 14 ل 20 لا شيء على الارض، في شيء تغير يا بيه؟